السلام عليكم. ده الكورس بتاع الـ Construction Data Modeling أو الناس بتسميه BIM. دي الكورس ماب اللي هو في النهاية يعني احنا هنمشي ازاي خلال الكورس ده، هشرح ايه، هوضح ايه في الكورس. مبدئيا احنا هنبدأ يعني ايه BIM، يعني الناس بتقول BIM ايه، يعني ايه كلمة BIM، ايه تخيلات الناس عن البيم، وهل التخيلات دي صح ولا غلط. بعد كده هننتقل للـ Object Oriented Modeling والـ UML، اللي هي في النهاية اللي هي عبارة عن انت ازاي بتخطط للبيم، عامله بالظبط زي انك انت بتكتب برنامج. طب لما بكتب برنامج بعمل فلو تشارت الاول قبل ما احط الكود، بعد كده احط الكود، بعد كده في النهاية بيطلع الريزلت النهائي. فالريزلت النهائي هو البيم. فلو انت هتبني البيم بتاعك، ازاي هتحط الافكار بتاعتك كلها مع بعضها، وازاي هتربطها، وبعد كده ازاي هتكتبها والكلام ده. بعد كده هنخش هنتكلم على بعض التفاصيل بقى في البيم نفسه، ازاي بتشتغل عليه. فهنعرف مثلا حاجه اسمها الاي اف سي، الاي اف سي، وان ازاي الكمبيوتر نفسه بيفهم الموضوع وازاي بيربطه ببعضه. هنبدا نتكلم عن الابلكيشنز بتاعت البيم وازاي نشتغل على البيم. فمثلا في البيم مثلا ازاي مثلا نعمل كلاش ديتكشن، يعني ازاي مثلا في الديزاين بتاعي اتاكد ان مفيش مثلا ماسوره معديه من جوه ماسوره تانية كغلطه في الديزاين او مش عارف ايه الكلام ده. وبعد كده ده يعني هنتكلم على 3 دي، البيم في 3 دي موديل والابلكيشنز بتاعته. بعد كده هنخش على الفورث دايمنشن اللي هو التايم، والله البيم والابلكيشن بتاعته في السكادولينج ومش عارف ايه. وبعد كده هنخش على الفيفث والثيكس دايمنشن، ولو انت عاوز تزود دايمنشنز بعد كده. فهنتكلم مثلا على الكوست استيميتنج والكوانتيتي سيرفي او الكوانتيتي تيك اوف. هنخش على المقارنه بالكود اللي هو تشوف والله ازاي تشوف ان الديزاين بتاعك ده كومبلاينت مع اي كود معين انت عاوز تشوفه وتقارن معاه ولا لا. بعد ما نخلص ده كده احنا هنتكلم عن البيم. بعد البيم هنخش على السيم، البيم بالنسبه للبيلدينجز والسيم بالنسبه للانفراستراكشرز. فنقول والله برضو نفس الكلام في الانفراستراكشرز، والدنيا ماشيه ازاي دلوقتي في الانفراستراكشرز، ايه احدث الحاجات اللي موجوده، والشغل ماشي ازاي دلوقتي في الانفراستراكشرز. واخيرا هنتكلم على الحاجات اللي انت ممكن تضيفها، انت ممكن تعملها بايدك بقى. يعني احنا في النهايه في الجزء ده احنا بنتكلم على الابلكيشنز الاوريدي اكزيستنج، الحاجات اللي موجوده دلوقتي. طب لو انت بقى عاوز تعمل الشغل بتاعك انت بالذات، الشغل ده بيبقى اكتر للناس اللي هي ممكن تكون شغالة في الريسيرش بتاعها، مثلا في الماجستير بتاعتها أو الدكتوراه، أو لو ناس مثلا شغالة في شركات كبيرة، والشركات دي مثلا بتعمل الاد انز أو الاد اونز بتوعها في البرامج. يعني هو بيعمل اوريدي، هو عنده اوريدي باكج بيدخلها مثلا على الريفت، بتعمل له حاجات معينة دي مش موجودة في السوق، مش اوتو ديسك اللي عاملاها، لا ده المطورين بتوع الشركة نفسها هم اللي عاملينها، ودي الملكية وحقوقها للشركة دي بس، فدي تبقى مفيدة ليهم بس. فيعني الجزء ده هو اكتر على ناحيه الناحيه النظريه، والناحيه الادفانسد اللي هو ازاي لو انا عاوز اطور الشغل بتاعي اعلى مما هو موجود في السوق. والجزء اللي هو في المحاضرات دي ده هيبقى الجزء البراكتيكال اللي هو في النهايه ايه البراكتس بتاعتنا. طيب بعد بس ملحوظات، اولا يعني انا مش هدي تفاصيل التفاصيل في السوفت ويرز توتوريالز، سواء بقى في البروجرامينج، سواء في الريفيت، سواء في النيفس ورك والكلام ده، لسبب بسيط جدا ان هو في النهايه يعني انا مش محتاج ان انا اعيد اختراع العجله. يعني انت اوريدي هتلاقي، خش على النت هتلاقي كتير قوي حاجات للريفيت والنيفس وركس والكلام ده. انا بحاول اغطي الحاجات اللي مش متغطيه بالذات بالعربي، فانا بحاول اغطي الحاجات اللي هي مش متغطيه، وهديك يعني وبديك يعني زي ما بيقولوا رؤوس اقلام للمواضيع، وبفتحها لك وبساعدك فيها. وبعد كده لو احنا ممكن عاوزين نعمل حاجه يعني سبيسيفيك لموضوع معين متخصص، مفيش مشكله، ممكن بعد كده مثلا نعمل مشروع كامل ريفت مع بعض، ونشوف بقى البيم فيه قد ايه، ونعمل فورث دايمنشن وفيفث دايمنشن وسيكس دايمنشن لو عاوزين، ونزود في الدايمنشن زي ما احنا عايزين، ده موضوع تاني بس ده مش دلوقتي يعني. بس كده، السلام عليكم.